وفي خبر آخر، تستعد المملكة لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم ليب تحت شعار آفاق جديدة، بحيث سيكون خلال الفترة من 4 مارس بمشاركة أكثر من 1000 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية وأكثر من 1000 خبير ومتحدث من 180 لمناقشة الذكاء الاصطناعي، مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات. طبعاً كلنا متحمسين لمعرض ليب، لمؤتمر ليب الدولي اللي راح يقوم، وراح تكون فيه مناقشات كثيرة في عالم التكنولوجيا. أكيد، يعني حتى المملكة ضخت مليارات كثيرة على هذا المجال، وأيضاً استفادت ودعمت أكثر من 300 ألف شاب وشابة وموهوب وموهوبة. فأنتوا دائماً إذا عندكم أنتم أي موهبة، على طول توجهوا لمثل هذه الأشياء والمبادرات. صحيح. وأكيد مثل هذا المؤتمر اللي هو متوجه للحراك التقني راح يدعم أكيد اقتصاد مملكتنا بدعم كبير جداً. أكيد.